أسعد الله مساءكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية، نقدم لكم النشرة الجوية التي سنبدأها بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث يسود طقس صافي 27 درجة مئوية، الرطوبة منخفضة وسرعة الرياح تكون بين الخفيفة والمعتدلة السرعة. الانتقال إلى تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة اليوم غد بإذن الله، نبدأها شمالا طقس صافي في عموم المنطقة الشمالية، سكاكا 28 إلى 19، نفس الحرارة في عرار، تبوك 30 إلى 20. بالنسبة للمنطقة الغربية جدة رياح نشطة وارتفاع أيضا في علو أمواج البحر بسبب هذه الرياح النشطة 38 إلى 26، في مدينة جدة المدينة المنورة 40 إلى 26، مكة المكرمة 38 إلى 29، والطائف 31 إلى 21. المنطقة الجنوبية الغربية زخات رعدية من الأمطار متوقعة في كل من الباحة وأبها، أبها تسجل 29 إلى 17، الباحة 27 إلى 21، أما جازان 34 إلى 32. بالنسبة للمنطقة الشرقية الإحساء طقس حار 45 إلى 27، حفر الباطن أتربة مثار 26 إلى 24، أما الدمام طقس صافي 42 إلى 27. بالنسبة للمنطقة الوسطى العاصمة الرياض فرصة ضعيفة لهطول زخات متفرقة من الأمطار 42 إلى 26، بريدة 35 إلى 21، وحائل طقس صافي 30 إلى 17. إلى اللقاء.